بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله من على هذه البلاد بهذه الدعوة المباركة التي قام بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله. هذه الدعوة قامت على الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح، ولو أنها قامت على غير ذلك لاضمحلت وزالت، ولكن لما كانت دعوة إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح بقيت وستبقى إن شاء الله. قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه إثمه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. فدعوة هذا الإمام المجدد الذي تحقق فيه إن شاء الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فهذا الإمام قام بالدعوة في القرن 12 من الهجرة، لأنه ولد سنة 115 من الهجرة، فهو في القرن الثاني من قرون الهجرة النبوية. قام بهذه الدعوة على نهج الكتاب والسنة، ولم يقم بها على نهج فلان أو الجماعة الفلانية، وإنما على نهج الكتاب والسنة. فلهذا بقيت واستمرت وأثمرت. أما الدعوات التي تقوم على مناهج حزبية أو مناهج منحرفة عن الكتاب والسنة فإنها تبلى وتضمحل، كما قال الله جل وعلا: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يذكر أن إبراهيم باشا لما دمر الدرعية وقتل من قتل ورحل من رحل، قالوا له: هل انتهت هذه الدعوة؟ قال: لا، هذه الدعوة جذورها في الأرض باقي وستعود. فعادت هذه الدعوة والحمد لله، رغم ما اعترضها من
الأحداث فإنها لم تؤثر فيها، بل بقيت وستبقى بإذن الله، لأنها قائمة على أصل الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، مع صلاح نية القائل بها، لأنه يدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه ولا إلى مذهبه ولا إلى، إنما يدعو إلى الله عز وجل. وهو يقول رحمه الله عند قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال فيه الإخلاص في الدعوة، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله. هذا ما استنبطه في مسائل كتاب التوحيد في أوله: بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله. هذا استنباط عجيب، أنه يدل على الإخلاص في الدعوة، وأن الداعي إلى الله يخلص النية لله عز وجل حتى تثمر دعوته وتبقى وتستمر. يدعو إلى الله عز وجل، لا إلى فلان وعلان ولا إلى مذهب معين، وإنما يدعو إلى الله عز وجل. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله: أدعو إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب لما أعطاه الراية في يوم خيبر، قال: انزل على رسلك حتى تصل إليهم ثم ادعهم إلى الإسلام، ادعهم إلى الإسلام قبل أن تقاتلهم، ادعوهم إلى الإسلام، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعام. رجل واحد، فكيف إذا اهتدت به أمم وأجيال ثم أجيال ثم أجيال إلى يوم القيامة، يكون الأجر أعظم، لا يعلم عظمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الإمام إنما قام يدعو إلى الله، ليس معه مال وليس معه مغريات وليس معه دعايات، وإنما يدعو إلى الله. ولما أخرج من العيينة ذهب يمشي إلى الدرعي وليس معه إلا مروحته اليدوية، يروح بها عن وجهه وهو يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله يجعل له مخرجا. فحصل له ما أمله بالله عز وجل، جعل له مخرجا وقيض له أنصارا. ومن الحكمة في دعوته أنه بدأ بولاة الأمور كي يعينوه ويحموه حتى يبلغ دعوة ربه عز وجل، لأن بعض الدعاة الآن يعادون ولاة الأمور، وهذا شيء ليس من منهج الدعوة. هذه الدعوة أن تبدأ بولي الأمر ليكون معك، أو على الأقل لا يعترفك. هذا من الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الدعوة المباركة قامت القرن الثاني عشر من الهجرة، ولا تزال ولله الحمد تتجدد وتستنير وتستمر، لأنها دعوة خالصة لله عز وجل. أدعو إلى الله،
ما يدعو لنفسه أو يدعو لحزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات، إنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فمن تبنى هذا على علم وبصيرة فإنه ينجح بإذن الله وتستمر دعوته وتفيد ويستفاد منها. فهذا الإمام أول ما بدأ بدعوة الأمين ولي الأمر، والله جل وعلا ألقى في قلب الأمير المحبة له والقبول فتبايع على ذلك، تبايع الشيخ والأمير على ذلك، على أن الأمير يقوم بحماية الدعوة والجهاد في سبيلها، والشيخ يقوم بالبيان والتوضيح للدعوة. فهذه البيعة بين الشيخ والأمير، الشيخ والإمام يعني، الأمير هو الإمام ذاك الوقت، هذه البيعة نحن نعيش الآن في ظلها وبركاتها، لأنها دعوة وبيعة صادقة. ولهذا لما تبايع قال الأمير للشيخ أبشرك بالنصر والتأييد، فقال الشيخ وأنا أبشرك، قال الشيخ أنا، قال الأمير أنا أبشرك بالنصر والتأييد، وقال الشيخ وأنا أبشرك بالخير والبركة واستمرار الخير على هذه البيعة وأولها على يدك، أو كما قال رحمه الله. فهذه الدعوة المباركة قامت على أولا الكتاب والسنة، وثانيا على البيعة بين صاحبها وبين ولي أمر المسلمين، وهذا من فقه الدعوة، أن الداعي أول ما يبدأ يناصح الأمير ويدعوه ويبين له حتى يكون عضدا له ويكون معينا له بإذن الله، لا كما يزعم بعض الدعاة الآن أنهم ينفلون من ولاة الأمور ويعادونهم ولا يذهبون إليهم. هذه ما هي طريقة دعوة ولا من فقه الدعوة إلى الله عز وجل. هذه مسألة. المسألة الثانية آثار هذه الدعوة على هذه البلاد. كانت بلاد نجد متفرقة، كل بلدة فيها أمير يحكمها، حاكم مستقل، وكانوا يغير بعضهم على بعض ويتقاتلون فيما بينهم. فلما جاء الله بهذه الدعوة توحدت البلاد من حدود الشام إلى حدود اليمن، كلها صارت ولاية واحدة تحت أمير واحد. وأيضا أنتجت هذه الدعوة حركة علمية، تشاهدون الآن ما نتج من هذه الحركة العلمية من مؤلفات عظيمة وقيمة في تأييد هذه الدعوة ونشرها، لا كما يقول بعض الجهال والحساد إن الدرر السنية التي هي من خراج هذه الدعوة، يقول إنها إن الدرر السنية إنها تحرض على الفتنة وتحرض على كذا وكذا، تهمونها بما يتهمون، إنها تحرض على فكر الخوارج أو ما أشبه ذلك مما يقولون. قد تنكر الشمس ضوء، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد
وينكر الفم طعم الماء من سقمي. فهم يرون الدرر السنية بهذا المنظر السيء، مع أنها عذب فرات سائغ شراب بالعلم والعمل والخير، فهي من ثمار هذه الدعوة المباركة، من ثمراتها. فكيف توصف بهذا الوصف السيء؟ فهذا من سوء الفهم أو من سوء الاعتقاد، نسأل الله العافية. إن هذه الدعوة دعوة مباركة، وما زلنا نجني من ثمراتها ونستظل بظلها وننتفع بها، وهي ولله الحمد مقررة بمدارسنا ومعاهدنا وكلياتنا، ننشئ عليها أولادنا ونعلمهم منهجها، وهذا فضل عظيم على هذه البلاد، بينما البلاد الأخرى كما تعلمون تعج بالحزبيات وتعج بالاختلاف وتعج بالتفرق، وبالتالي تعج بسفك الدماء إلى غير ذلك. فنحن ولله الحمد في ظل هذه الدعوة المباركة التي قامت على الكتاب والسنة، نستفيء بظلها ونستفيد منها وننشئ عليها أبناءنا ونساءنا وننشرها وندعو إليها. لم تقتصر هذه الدعوة على هذه البلاد، بل تمددت ولله الحمد للبلاد الأخرى، في مصر، في الهند، في أفريقيا، في كل مكان وصلت إليه وتصل إليه، لأنها دعوة مباركة، دعوة قامت على الكتاب والسنة، نية مؤسسها نية صالحة. فهذه ثمار هذه الدعوة المباركة وثمار جهود القائمين عليها. الحمد لله. الآن لو تسأل أعرابي في البادية عن العقيدة لأجابك بها بالتفصيل، وهو عامي لأنه نشأ على هذا، تربى على هذا. فهذه الدعوة ولله الحمد دعوة مباركة. يقول الشيخ رحمه الله، يقول: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء الضلال. وهذا صحيح، العامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء الضلال وهو عامي، فكيف بالعلماء الربانيين الذين تعلموا هذه الدعوة وقاموا بها وانصبروا بها ولله الحمد؟ هي دعوة مباركة من كل الوجوه، وهي نعمة عظيمة وارفة على هذه البلاد وأهلها، يجب علينا أن نهتم بها وأن ننشرها كما نشرها أسلافنا، وأن ننشئ أولادنا عليها، لأنها ميراثنا، هي الميراث النافع الصحيح، فهي عزنا وهي بقاؤنا بإذن الله، وهي حجتنا عند الله سبحانه وتعالى. فهي دعوة تحتاج إلى الاهتمام بها. ذكر أن عاميا من أهل التوحيد خاصم عالما من علماء الضلال، فقال العالم لهذا العامي الموحد، قال له: أنتم تحتقرون الأولياء، أنتم تحتقرون الأولياء،
والله جل وعلا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال العامي: هل الله قال يرزقون أو يرزقون؟ فقال: يرزقون. قال: إذن أنا أسأل الذي رزقهم أن يرزقني. عامي هذا، لكن صفاء العقيدة والنشأة الطيبة على البيئة الصالحة تشمل حتى العوام، يغلبون علماء أهل الضلال. فهذه دعوة مباركة بكل المقاييس، ونحن الآن أهلها قدموا على الله سبحانه وتعالى، بقي المسؤولية علينا نحو هذه الدعوة أن نتعلمها ونعلمها وأن نحافظ عليها وأن ننشرها حتى يستفاد منها، يستفيد منها كل من أراد الله له النجاة. أنتم تعلمون الآن ما تعد به، ما يعد به العالم الإسلامي، ما يعد به العالم الإسلامي من الاختلافات ومن تحزبات ومن حتى آل الأمر إلى سفك الدماء بينهم. وهذه البلاد ولله الحمد في ظل وارد وفي آمن واستقرار وسعة في الرزق ونشر للعلم، هذا كله من الله سبحانه وتعالى، ثم ببركة هذه الدعوة العظيمة. فواجبنا عظيم أن نحمل هذه الدعوة وأن نحملها من بعدنا وأن نتواصى بها، لأنها ميراثنا، ميراثنا. ليس الميراث هو المال، المال يفنى، لكن الميراث الذي لا يفنى هو الدين والصلاح والاستقامة، كما قال تعالى: وورث سليمان داود. ورث بأي شيء؟ بالمال؟ لا، الأنبياء لا يورثون، إنما ورثه بالعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نتفقه في هذه الدعوة المباركة. في من يقول أن هذه الدعوة تكفيرية، لماذا؟ لأن فيها تكفير أهل الضلال وأهل الإلحاد وأهل الكفر، وهو لا يريد هذا، لا يريد أن يكفروا مع أنهم كفار. نحن لا نكفر المسلمين كما يقول، نحن ما نكفر إلا الكفار الذين عندهم نواقض من نواقض الإسلام، وإنما يتسمون بالإسلام اسم فقط وهم منحرفون عنه. ولو كان الانحراف في الفروع والفقه لهذا الأمر، لكن الانحراف في العقيدة يجب أن نتنبه لهذا. المسؤولية علينا، هؤلاء الذين ضلوا وانحرفوا مسؤوليتهم علينا. لماذا لم نعلمهم؟ لماذا لا ندعوهم؟ لماذا لا نبصرهم؟ لماذا تركناهم؟ علينا قسط من مسؤوليتنا. الله حملنا أن ندعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، على علم. فيشترط في الداعية أن يتعلم أولا ويكون على بصيرة حتى لا يقع في المزالق أو في الضلال أو الشهوة. يثبت الذي عنده علم صحيح، يثبت إذا ثبته الله. وأما الذي ليس عنده علم صحيح فإنه يزلق مع أول شبهة. من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الضلال البعيد. والله جل وعلا قضى الامتحان والابتلاء لعباده
حتى يتبين الصادق في إيمانه الثابت على دينه من الصنف الآخر. الله جل وعلا يبتلي عباده ليتميز الصادق في إيمانه، الصادق في عقيدته، الصادق في دينه من المدعي والذي يعيش على الانتساب والدعوة من غير علم ومن غير عقيدة. هذا يزلق ويذهب مع أول عاصف من الناس. من يعبد الله على حرف، على طرف، الحرف هو الطرف، فإن أصابه خير مطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله العافية. إنما ندعو الناس إلى أن يكونوا تبعا لنا، وأن ندعوهم لصالح أنفسهم هم لا لصالحنا نحن، إن صالحنا الأجر في الدعوة، لكن لصالحهم هم ونحن مسؤولون عنهم يوم القيامة. لماذا لم نقم بدعوتهم وبتبصيرهم؟ فمن قبل فالحمد لله، ومن لم يقبل برئت ذمتنا وأقمنا عليه الحج. الواجب علينا يا أخوان ثقيل، ولا سيما وأكثركم علماء، أكثركم علماء والحمد لله، أو طلبة علم، أو حتى عوام نشأوا على هذه العقيدة وهذه الدعوة، حتى العوام والحمد لله عندهم بصيرة في العقيدة، وعندهم بصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل، متأثرون بهذه الدعوة، نشأوا عليها وقاموا عليها، فهي سر بقاء هذه البلاد ولله الحمد. البلاد الأخرى كما تعلمون الآن تعصف بها الفتن والشرور والقتال بينهم، وهذه البلاد ولله الحمد تعيش آمنة مطمئنة. نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة، وأن يبصرنا بحفظها ورعايتها، فإن الأمر ليس بالانتساب فقط، وإنما هو بالحقيقة. والله جل وعلا يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله لا يضيع دينه، إذا ظل الناس نقله إلى آخرين. فالله جل وعلا لا يضيع دينه، وإنما نحن الذين نضيع إذا تركناه أو تساهلنا فيه، نحن الذين نضيع. أما الدين فهو محفوظ وينقل إلى جهة أخرى. وإن تتولوا يستبدل قوما غيره. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الله لا يضيع دينه، لكن نحن الذين نضيع إذا ضيعنا ديننا. فعلينا جميعا أن نتواصى بهذا، وأن نعلمه لأولادنا ولجيراننا ولمن نجلس معه. هذا حمل حملنا الله إياه. ما يقول الإنسان: أنا ما علي، أنجو بنفسي ولا علي الآخرين. لا، عليك نفسك، وعليك أن تدعو إلى الله عز وجل، عليك هذا. فالحمد لله نحن نشأنا على هذه الدعوة، وتعلمناها أو سمعناها، فالحجة قامت علينا والحمل علينا، فيجب علينا أن نهتم بهذا الأمر، وأن نقوم به
كما قام به أسلافنا، وأن ندعو إليه كل بقدر جهد. والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمل، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره، فلا يضيع الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولا نلقي بالمسؤولية على غيرنا، كل عليه مسؤولية بقدره، ما نلقي بالشرع على فلان، هذا على فلان، هذا على العلماء. نعم على العلماء ما في شك أنهم أثقل حملا من غيره، ولكن علينا جميعا العلماء والعوام طلبة العلم، كل مسلم في هذه البلاد وفي غيرها، فإنه محمل هذا الحمل الذي حمله الله إياه بأن يقوم بدعوة الآخرين إلى الله عز وجل. أولاً أن يكون هو قدوة صالحة بنفسه. بعض الناس يدعو إلى الله بنفسه بحيث إذا رآه الآخرون تأثروا به وانتفعوا به بملازمته لطاعة الله، بمحافظته على الصلاة، بذكر الله، ولو لم يتكلم مع الآخرين عملوا هذا دعوة إلى الله عز وجل، هو يمثل الدعوة إلى الله عز وجل. فكل منا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى بحسب ما حمله الله عز وجل من الأمانة التي أوجبها الله على كل مسلم. فما دمت مسلما فأنت مسؤول عن الآخرين، أن تدعوهم إلى الإسلام، تبصرهم بالإسلام، أن تشرح لهم الإسلام، أو على الأقل أن تكون قدوة صالحة يقتدون بك ويتأثرون بك بمجرد ما يرونك على الاستقامة وعلى الدين وعلى الأمانة. هذه أمور يعني نحن نغفل عنها أو يغفل عنها بعضنا، مع أنها أمور عظيمة وأمور فيها الأجر العظيم عند الله إذا قمنا بحقها، وعلينا الإثم إذا ضيعناها. وكل مسلم فإنه مكلف أن يدعو الآخرين بحسب جهده ولو بعمله هو، حتى يكون قدوة صالحة للآخرين، يمثلون الإسلام من عمل المسلم. فيه ناس تأثروا ببعض المسلمين لما رأوهم يحافظون على الصلاة، يحافظون على الوضوء، يحافظون على الصلاة، يذكرون الله كثيرا، تأثروا بهم وقلدوهم واتبعوه. فيكون الإنسان قدوة صالحة في نفسه، في عمله، في علمه، في سلوكه، في أمانته، يكون قدوة صالحة وهو بعمله هذا يدعو إلى الله ولو كان ساكتا، لأنه يدعو بعمله أكثر مما يدعو بعلمه. فكيف إذا دعا بعلمه وبعمله؟ يكون الأجر عند الله أعظم. وأما من استسلم وترك الناس وترك، فهذا ضيع مسؤوليته في هذه الحياة. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
علينا مسؤولية. أولاً أننا والحمد لله تبصرنا بهذه الدعوة وعرفنا الطريق الصحيح والعقيدة السليمة، وثانياً أننا نقوم على الحرمين الشريفين والزوار لهما من حجاج ومعتمرين، فنحن على مسؤولية عظيمة وعلينا أمانة ثقيلة. والحمد لله عندنا تعليم منتشر في المدارس، في المعاهد، في الكليات، في المساجد، تعليم هذا الدين، تعليم هذه العقيدة. ما لأحد عذر أن يتنصل من المسؤولية، كل عليه مسؤولية بقدر ما حمله الله وبقدر ما سمع من الخير. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على صالح القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله بفضيلة الشيخ هذه المحاضرة التوجيهية النافعة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته وأن ينفعنا وإياكم بها. ونستأذن من فضيلة الشيخ في إلقاء بعض الأسئلة التي وردت إلينا من الحضور مما يخص موضوع المحاضرة. نعم. هذا أحد الأخوة يقول: أحسن الله إليكم، من المعلوم أن الإمام محمد بن عبد الوهاب وطلابه وأبناءه من بعده قد اجتهدوا في الدعوة للكتاب والسنة وصبروا على ذلك حتى سلموها لمن بعدهم، وهكذا إلى يومنا هذا حتى وصل الدور عليها. فما نصيحتكم لنا كدعاة وخطباء في بيان هذه الدعوة المباركة ونشرها للناس؟ وآخر يقول مقارب لذلك: أشهد الله على محبتكم فيه وأسأله أن يجمعنا بكم في الجنة. نرى قصوراً من الخطباء والدعاة في بيان مسائل التوحيد والاتباع مع حاجة الناس إلى ذلك، فالمرجو من سماحتكم توجيه كلمة حول هذا الموضوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه. لا شك أن خطباء المساجد والمعلمون في المدارس أن عليهم مسؤولية عظيمة. الخطابة في المساجد ليست مجرد كلام يقال، ليس المراد منها أنك تصعد المنبر وتقول ما تشاء من الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت خطبه كلمات معدودات مباركات، وكان صلى الله عليه وسلم ينبه في الخطبة على الأعضاء، ينبه في الخطبة على الأخطاء التي تقع، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. يقول كذا عليه الصلاة والسلام، ما يقول فلان أو علان، وإنما يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فالخطيب يجب أنه يتنبه للأخطاء التي تقع في المجتمع، في جيرانه وما حوله، وينبه عليها بالحكمة والموعظة الحسنة، ينبه عليها بالخطبة. لكن بعض الخطبة ما شاء الله يسرح ويمرح في الآفاق، يجيب مشاكل الدول الأخرى وينسى الأخطاء التي في جماعة مسجده، وهذه ما هي خطبة، لا تكون خطبة، هذا كلام لا ينفع. إنما الخطبة تركز وتكون مشتملة على أركان الخطبة المذكورة في الحديث وفي الفقه، يراجعها، يتحرى فيها الأخطاء الواقعة حوله وفي بلده،
ينبه عليها ويترك مشاكل العالم. هاي يروح يمين ويسار مع الدول الكبرى ومع أدري إيش، وينسى من حوله ومن تحت منبره لا ينبههم على أخطائهم. الحاضرون ليس لهم ذنب في الأخطاء التي تقع في الدول الأخرى ولا يقدرون على إصلاحها، فلماذا أن تخاطبهم بهذا؟ خاطبهم بأخطائهم هم وما حولهم حتى يستدركوا أخطاءهم ويتنبهوا. علمهم ما يجهلون من العقيدة، من الدين، من الأحكام الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يقول: سؤالي، بعض الناس يقول لا تدعو بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل أدعو إلى الكتاب والسنة فقط، لأن هذا الشيء ينفر الناس منكم، فما رأيكم بهذا الكلام جزاكم الله خيرا؟ وهل دعوة الشيخ إلا الكتاب والسنة؟ دعوة الشيخ هي دعوة الكتاب والسنة والحمد لله. كتابه التوحيد، يقول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل هذا قاله الشيخ ولا الله الذي قال؟ سبحان الله، الكلام هذا كلام يؤاخذ عليه قائله، لأن هذا افتراء وكذب على دعوة الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا أحد الأخوة يقول: هناك هجوم غير مبرر على الدعوة الإصلاحية التي تسمى الوهابية، ولا سيما من الصوفية والأشاعرة، وله نشاط في ذلك على وسائل الإعلام والاتصال، فكيف يتعامل الخطيب أو الداعية مع ذلك، أو ما هو السبيل الصحيح في الدفاع عن الدعوة وكشف هذه الأباطيل؟ نعم، يكشف الأباطيل باختصار ويبين دعوة الشيخ وأنهم كذبوا عليها، وأنهم يبين هذا من غير إطالة ومن غير ما يمل الحضور، يبين لهم. نعم. هذا سائل يقول: سماحة شيخنا ووالدنا، ترك علماء الدعوة تراثا علميا ضخما، وخاصة ما يتعلق بالتوحيد ومسائله، فما نصيحة سماحتكم لنا في كيفية الاستفادة منها جزاكم الله خيرا؟ كيفية الاستفادة منها أن تدرس هذه الكتب وهذه المعلومات في المدارس، في المساجد، أهم شيء في المساجد، تدرس في المساجد وتشرح وتبين، يكون هناك حلقات تدريس في المساجد. يجب على وزارة الشؤون الإسلامية أن تراعي هذا، تجعل دروسا في المساجد تعلم الناس التوحيد والدعوة إلى الله عز وجل، أحكام دينهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نلحظ أن بعض طلاب العلم يبدأوا بتدريس الناشئة نواقض الإسلام، ولما يعرفوا مسائل التوحيد والشبهات حوله، أفلا يرى سماحتكم أن هذه النواقض لا ينبغي إقحام صغار طلاب العلم فيها، كما لا ينبغي أن يشرحها إلا من كان من أهل العلم الذين رسخوا فيه وعرفوا دلالات كلام أهل العلم وسياقاته، حتى لا يقع الشباب في مزالق التكفير؟ نعم، التعليم يكون للضروريات أولاً، يعلمون التوحيد ولو بطريقة مبسطة ومختصرة، يعلمون التوحيد قبل تعليم نواقض الإسلام. وأيضاً نواقض الإسلام ما تلقى على كل أحد، خصوصاً في هذا الوقت الذي فشى فيه التكفير وفشى فيه، لا تلقى إلا على طلبة العلم المتمكنين الذين يفهمون ويقدرون على البيان. أما أن تلقى على بعض الناس، إذا سمعهم كل الناس كفار، ما تلقى على كل أحد، تلقى على طلبة العلم المتمكنين بعد أن يدرسوا العقيدة وأصول العقيدة،
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يقول إن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب تحت مجهر النقد، ولكل أحد حق انتقادها وبيان عواريها أمام الملأ؟ طيب، نقول هذا جيب لنا هذه العيوب ولو عيبا واحد، جيب العيوب اللي في دعوة الشيخ، جيب. ما يستطيع ولا عنده شيء، لكن تشويه، يصلح التشويه فقط. نعم، هذا نحن نتحداه يجيب لنا ملاحظة ملاحظتين على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نتحداه. نعم. وهذا سائل يقول: ما هو رأيكم في من تربى على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أبناء هذه البلاد وتعلم من مناهجها المباركة، ثم أصبح يطعن فيها وينسب لها التكفير والاستبداد بالرأي، وخاصة من بعض الدعاة المشهورين في الساحة؟ حسابهم على الله عز وجل، هذا كذب وافتراء، وسيحاسبهم الله على ذلك، ولا يضرون الدعوة. الدعوة معلومة ولله الحمد واضحة، فهذا واضح أنه كذب وافتراء، يرد على صاحبه، مردود على صاحبه، ويتحمل ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو الرد المناسب على من يزعم بأن داعش والنصرة قد خرجت من رحم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأنها استمرار لدعوة الشيخ رحمه الله؟ ورأت وتظهر، لو كانت إن من دعوة الشيخ كان ظهرت من الأول، ليش توه تظهر؟ هذا كذب على دعوة الشيخ رحمه الله، وإلصاق التهم بها، وهذا لا يضر دعوة الشيخ أبدا، واضحة دعوة الشيخ، ما يضرها اتهام المتهمين لها والمشوهين لها، ما يضرها، هذا يرجع بالضرر على قائله، وهذا قول زور كذب، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لا شك أن دعوة الشيخ محمد دعوة مباركة، لكن نرى أن التأثير أو المؤثر في الشباب والمجتمع والصحوة الإسلامية على وجه العموم هو دعوة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين، ألا يرى فضيلتكم أنه ليس من المناسب الرد على أخطائهم أو التحذير منهم، وخاصة أنه ليس هناك فرق بين هذه الدعوات ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العقيدة، وفقكم الله لرضاه؟ لا بد أن نبين الزيف والكذب والافتراء على دعوة الشيخ، لا بد أن نبين هذا، هؤلاء كذبة مزورون، والله جل وعلا يتولى حسابه وعقابه، لأنهم افتروا على العلم وعلى العلماء وعلى دعوة التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما قولكم في من يقول إن أعداء دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ليسوا بأعداء للإسلام، بل نواليهم وندعمهم ما داموا يدعون للإسلام، وليست دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب شاملة لجميع مناحي الشريعة حتى لا يطعن فيها؟ ما هو التقصير الذي في دعوة الشيخ؟ يبين لنا التقصير الذي فيه، ما يجد شيء، هذا كله من أجل تشويه الدعوة، ولا ينظر إليه ولا يلتفت إليه، دعوة الشيخ واضحة جلية ما فيها غموض أبداً، وهي بريئة من هذه الأكاذيب والإلصاقات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما موقفنا من التحزبات والجماعات التي خالفت منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه البلاد ودعت للخروج على ولي الأمر وشق عصا الطاعة والتحريض عليه؟ الله جل وعلا يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريح، اصبروا إن الله مع الصابرين، ويقول جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الحق واضح ولله الحمد، والبيان جلي، والمصدر الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح،
ما يمكن أحد يطعن في هذه الأصول وهذه المراجع أبداً، وإن طعن فطعنه مردود عليه أبداً، ولا يضر، ما يضر الدعوة ولا يضر العلماء الربانيين، ما يضرهم هذا الكلام.